بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع الحوار التالي، فلنتصور سيدتان تتصفح موقعان تجاريان، وإذا بها تعجب بإحدى بضائعه فتقرر الاتصال، فيأتيها الرد التالي: ألو لا سيغاب جيكوت، ألو هذه لا سيغاب جيكوت، أنا أستمع. طبعا الموظفة الموجودة بمتجر لا سيغاب طبعا ترد بهذه الطريقة حتى لا تضطر إلى الإجابة عن أسئلة هامشية مثل هل هذه لا سيغاب. إذا تقول الموظفة ألو لا سيغاب جيكوت، ثم تقول الزبونة بونجور مدام جو فودري باسي اون كوموند سيل فو بلي، بونجور مدام جو فودري باسي اون كوموند سيل فو بلي، بونجور مدام جو فودري باسي اون كوموند سيل فو بلي، أنا أريد أن أمضي. طبعا كلمة كوموند تعني دوموند دو مارشونديز، يعني طلب بضاعة، أنت ستطلب مجموعة بضائع يعني في طلب واحد. نتكلم هنا عن اون كوموند. بونجور مدام جو فودري باسي اون كوموند سيل فو بلي، يوم سعيد سيدتي، أريد أن أمضي طلب بضاعة من فضلك. بونجور مدام جو فودري باسي اون كوموند سيل فو بلي. طبعا لو فيغ باسي يعني أمضى، ويعني أيضا مرر. لو فيغ باسي يعني أمضى ويعني مرر. مثلا جو باس لو طون يعني أنا أمضي الوقت. ممكن أنك تمضي شيئا كما عندنا هنا je voudrais passer une commande s'il vous plaît، أريد أن أمضي طلب بضاعة من فضلك. الموظفة vous êtes déjà cliente c'est à quel nom، vous êtes déjà cliente c'est à quel nom، أنت من قبل زبونة، المقصود هل أنت زبونة سابقة معنا. c'est à quel nom، إنه أي اسم، كما نقول إنه أي اسم، المقصود أنت بأي اسم، ما اسمك. c'est à quel nom، إنه بأي اسم، المقصود ما هو اسمك أو ما هو اسمك في حالة الكلام مع رجل مثلا. إذن vous êtes déjà cliente c'est à quel nom، الزبونة Béatrice de Neuve oui je suis cliente، Béatrice de Neuve oui je suis cliente، oui je suis cliente. إذن اسمها بياتريس دو نوف، وي جو سوي كليونت، نعم أنا زبونة، نعم أنا زبونة. جي روتخوفي فوتخ دوسيي إي جو فوز إيكوت، جي روتخوفي فوتخ دوسيي إي جو فوز إيكوت، أنا وجدت ملفك، المقصود أنك فعلا زبونة، وقد وجدت الملف. جي روتخوفي فوتخ دوسيي إي جو فوز إيكوت، أنا وجدت ملفك وأنا أستمع لك، المقصود أنا أستمع لطلبك. j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. إذن عندنا لو فيرب retrouvé يعني أنها وجدت للمرة الموالية، ماشي لو فيرب trouvé، لو فيرب trouvé المقصود به وجد، هنا عندنا لو فيرب retrouvé يعني أنها وجدت للمرة الموالية، المقصود أنها سبق لها أن وجدته من قبل، أو أنها رأته من قبل، الآن تجده للمرة الموالية. vous êtes déjà cliente j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute، عندنا لو فيرب écouter، عندنا لو فيرب écouter، عندنا فعل استمع، وأنا أستمع لكم، المقصود أنني أستمع لك. je vous écoute et je vous écoute et je vous écoute، وأنا أستمع لكم. je voudrais la repassus de votre catalogue passis، je voudrais la repassus de votre catalogue passis، je voudrais la repassus de votre catalogue page 6، أنا أريد الفستان الذي يسمى أستوس de votre catalogue من قائمتكم، من قائمتكم page 6 الموجود على الصفحة رقم 6. إذن طبعا الزبونة كانت تتصفح كتالوج المنتوجات الخاص بهذا المتجر، فالصفحة 6 وجدت صورة هذا الفستان. إذن ماذا قالت لها؟ Je voudrais la robe astuce de votre catalogue passis، Je voudrais la robe astuce de votre catalogue page 6، أنا أريد
الفستان المسمى بأستوس كما نرى في الصورة. هناك صور قريبة لهذا الشكل هذا. دو فوتر كاتالوغ، دو فوتر كاتالوغ باج 6. ثم الموظفة تقول لها فوز افي لا ريفيرونس، فوز افي لا ريفيرونس. طبعا نتكلم هنا عن المرجع، المقصود انها تتكلم عن رمز، رمز يعطى لهذا المنتوج. هل لك رمز هذا المنتوج؟ هل لك احرف وارقام تقولينها لي من خلالها ساعرف المنتوج؟ فوز افي لا ريفيرونس. ماذا قالت الزبونه؟ نو مي جي لو بري، نو مي جي لو بري، لا ليس عندي، سيتادير نو جو ني با لا ريفيرونس، جو ني با لا ريفيرونس، لا ليس عندي هاد المرجع. مي جي لو بري، ولكن عندي الثمن. الي 105 اورو، هو ب 105 اورو. اذن الفستان الموجود على الصفحه 6 والذي ثمنه 105 هو الذي اقصد. الي 105 اورو. فو ديزيري اوتر شوز. اذا طبعا بعد ما تعرفت الموظفه على الفستان قالت لها فو ديزيري اوتر شوز، اترغبين في شيء اخر؟ فو ديزيري اوتر شوز. اذا ماذا ستقول الزبونه؟ وي باس 3، وي باس 3، نعم في الصفحه 3. اون شوميز دو فيل كوراج اون اي بلانش، اون شوميز دو فيل كوراج اون اي بلانش. اذا اتكلم عن قميص الذي يسمى فيل كوراج اون اي بلانش، موحد وابيض. وي باس 3، اون شوميز دو فيل كوراج اون اي بلانش، اون اي بلانش. وي باس 3، اون شوميز دو فيل كوراج اون اي بلانش، اون اي بلانش. نتكلم عن قميص يسمى فيل كوراج. على الصورة كما نرى هناك بعض الأشكال القريبة لهذا الشكل. اوني اي بلانش، موحد، كما لو نقول هنا موحد، المقصود موحد وأبيض. سينوتي، سينوتي، المقصود هنا فوتر دوموند انوتي، طلبكم سجل، طلبكم سجل. سينوتي، إنه سجل. إذن كما لو نقول تم التسجيل، المقصود ما قلتموه أو ما قلتيه هو سجل، لقد سجلت طلبك. إذن تقال هكذا سنوطي، سنوطي، المقصود أن الذي قلتيه كله سجل. الزبونة هنا طبعا ستطمئن إلى أن الموظفة سجلت طلبها، ثم ستنتقل إلى طلب آخر. جو فودري أوسي أن بونطالو أكارو سيغيتي، أكارو سيغيتي سور لا ميم باج كو لا شوميز. أنا أريد أيضا سروالا بالمربعات. إذا عندنا هنا جو فودري أوسي، أنا أريد أيضا، عندنا لو فيغ فولوار، جو فودري أوسي أن بونطالو، أريد أيضا سروالا أكارو سيغيتي. إذا أريد سروالا بالمربعات من نوع سيغيتي، من نوع سيغيتي. إذا على الصور كما نرى أشكال قريبة لهذا الشكل. سور لا ميم باج، إذا أنا أتكلم، أنا أطلب سروالا بالمربعات من نوع سيغيتي. سور لا ميم باج كو لا شوميز، على نفس الصفحة كما القميص، كما القميص. سور لا ميم باج كو لا شوميز، على نفس الصفحة كالقميص. طبعا كما قلنا بأن صورة القميص المطلوب توجد على الصفحة رقم 3. إذن كما قلنا وي باج 3، اون شوميز دو فيل كوراج اون اي بلانش. إذن هنا عندنا جو فودري اوسي ان بونطالو ا كاروسيريتي سور لا ميم باج كو لا شوميز. ثم ماذا تريد؟ اون جي بلو دو 62 اورو لو موديل دو لا باج 2. ثم تريد تنورة زرقاء 62 اورو التي هي بثمن 62 اورو لو موديل. طبعا تتكلم هنا على الشكل، لو موديل الشكل دو لا باج 2. اذا تتكلم عن الشكل الموجود على الصفحه 2. جو فودري او سان بونطالو ا كاروسيريتي سور لا ميم باج كو لا شوميز اي ان جي بلو ا 62 اورو لو موديل دو لا باج 2. فو فولي لا بيتيت فيست كي فا افيك، هل تريدين الستره الصغيره التي تسير مع؟ عندنا كيفا لغير ال يعني ذهب، ولكن هنا المعنى فقط معنوي. إذن هل تريدين
السترة الصغيرة التي تسير مع، المقصود التي تسير مع هاد التنورة، بمعنى آخر أنه المعتاد عند النساء أن تلبس التنورة مع هذه السترة. ما دمت قد طلبت هذه التنورة، فهل تريدين السترة التي من المعتاد أنها تسير معها؟ Vous voulez la petite veste qui va avec؟ هل تريدين السترة الصغيرة التي تسير معها؟ Vous voulez la petite veste qui va avec؟ هل تريدين السترة الصغيرة التي تسير معها؟ المقصود هل تريدين السترة الصغيرة التي تسير مع التنورة؟ طبعا الزبونة ماذا ستقول هنا؟ طبعا الزبونة سترفض ولكن بلا باقة. ماذا قالت؟ Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. أنا أشكرك أو أنا أشكركم كما عندنا هنا. Je vous remercie. أنا أشكركم. Je vais. عدنا الverb آلي مرة أخرى. Je vais m'arrêter là. عدنا هنا الverb آلي، ولكن الفعل المصرف في الحقيقة هو الverb arrêter. طبعا هي ماذا تريد القول؟ الزبونة في الحقيقة ماذا تقصد؟ تقصد أنها تريد التوقف. Je vais m'arrêter. عدنا الverb s'arrêter هو المقصود في الصرف هنا. عدنا الverb s'arrêter يعني توقف. Je vais m'arrêter là يعني أنا سأتوقف هنا. طبعا هذا يسمى في اللغة الفرنسية ب le futur proche. Le futur proche تتصرف الفعل ولكن تيجي معاه ديما le verb aller باش يولي عنده المعنى بأن هذا الفعل الذي نريد تصريفه مثلا هنا لو فيرب ساغيطي تولي عنده المعنى ديال أنه سيقع بعد لحظة. جو في ماغيطي لا يعني أنني سأتوقف هنا. إذا قلت جو ماغيط لا صحيح يعني أنا أتوقف هنا. طبعا هي تعبر عن نفسها الآن. جو ماغيط لا الآن أنا أتوقف هنا. هنا عندنا جو في ماغيطي لا يعني أنا سأتوقف هنا. المقصود جماغيط لا المقصود أنني أتوقف هنا، لكنها قالت بأنني سأتوقف هنا. فيها كما نقول شيء من ليونة، طبعا كما يحدث عندنا في اللغة العربية. سأتوقف هنا بدل أنا أتوقف هنا التي تأتي شيئا ما حادة في القول يعني قاسية شيئا ما في القول. جماغيط لا أنا أتوقف هنا. إذن هنا جوفي ماغيطي لا أنا سأتوقف هنا. إذن نعيد. Allô, la sœur Abjikout. Bonjour, madame. Je voudrais passer une commande, s'il vous plaît. Je voudrais passer une commande, s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente, c'est à quel nom? Béatrice Deneuve. Oui, je suis cliente. J'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais la robe astuce de votre catalogue, page 6. Vous avez la référence? Non, mais j'ai le prix. Elle est à 105 euros. Vous désirez autre chose? Oui, page 3. Une chemise de ville corrige, une et blanche. C'est noté. Je voudrais aussi un pantalon à carrosserie sur la même page que la chemise. Et une jupe bleue de 62 euros, le modèle de la page 2. Vous voulez la petite veste qui va avec? Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.